يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوب من الخمر ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع أنه في المرة الثالثة لا تقبل له توبة؟ توبة تقبل يا أخي من كل من تاب، لكن الخلاف هل يقتل في الرابعة أو لا يقتل. الجمهور على أنه لا يقتل، كل ما شرب الخمر يقام عليه الحد. من العلماء من يقول في الرابعة يقتل، وفي حديث إذا عاد في الرابعة يقتل، في حديث، لكن الراجح والذي عليه الأكثر أنه يكرر عليه الحد كل ما شرب ولا يقتل. الشيخ تقي الدين يقول يقتل في الرابعة عملا بالحديث، ويقول هذا صار مثل الصائل الذي لا تردعه الحدود، فهو مثل الصائل، والصائل يقتل إذا لم يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل. نعم.